بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله راح نستكمل حديثنا اللي بدأناه في المحاضرة الماضية، واللي كان زي ما حكيت كان جدا مهم، وكان يتحدث عن كيف إنه الانترست ريت الآن تغيرت، صار في عندي إشي اسمه نومينال وصار في عندي إشي اسمه إفكتيف انترست ريت. قبل ما أفوت بمحاضرة اليوم اللي هي راح تكون examples، طبعا محاضرة اليوم ومحاضرتين لقدام يعني تقريبا الأسبوع الجاي راح يكونوا examples فقط، بنخلص فيهم chapter 4 كامل وبعدين ننتقل على chapter 5 وإحنا متمكنين إن شاء الله من كل شيء أخذناه في chapter 4. خلينا نراجع شوي أو نستذكر هيك بشكل سريع شو اللي كان عندنا. ببساطة إحنا حكينا في النومينال والإفكتيف إنترست ريت إنه إذا كان أنا عندي الإنترست ريت فترة تحصيله سنوية ما تغير كلامنا عن كل شيء أخذناه سابقا. فمثلا لما يكون عندي الإنترست ريت 10% وكاتب لي annual interest rate أو per year interest rate، فهاي المقصود إنه وفقط طبعا واكتفينا بهذا الكلام فقط عن الانترست ريت، المقصود إنه الانترست ريت فترة جبايته أو تحصيل الفائدة من وراء هذا الانترست راح تكون كل نهاية سنة، كل سنة بالضبط. أما الطريقة الثانية للعرض اللي ممكن أنا أستخدم فيها الانترست ريت، إنه ممكن يحكي لي إنه الانترست ريت على سبيل المثال 10% أو الانيوال انترست ريت 10%، ما زلت أنا بتحدث عن انترست ريت سنوي، ولكن بعد هاي الكلمة أضيف جملة بتغير معنى الانترست ريت بالنسبة إلي. الآن شو هي هاي الجملة؟ حكينا إنه هاي الجملة بحكي لي compounding per كذا، compounding per مثلا quarter per month per semi annual bi monthly وإلى آخره. هذا بغير المفهوم من الانترست ريت، فبدل ما تكون فترة الجباية سنوية الآن تتحول لأجزاء من السنة. ممكن تكون هاي الأجزاء شهرية يعني 12 مرة بالسنة، ممكن تكون كل شهرين مرة إشي بسميه باي مانثلي فبتكون 6 مرات بالسنة، ممكن تكون كوارترلي يعني 4 مرات بالسنة كل 3 أشهر مرة، وممكن تكون سيمي أنيولي فترة الجباية اللي هي مرتين بالسنة كل 6 أشهر مرة، وممكن تكون غير هيك يعني ممكن تكون ديلي، ممكن تكون ويكلي، أورلي إلى آخره، ولكن هاي الشغلات بعدين نعلق عنها في موضوع ثاني إن شاء الله. أما بالنسبة ل كيف أنا راح أتعامل من يوم وطالع مع الانترست ريت، حكينا بالعادة في عندي أنا راح يكون عندي بالعادة شغلتين. أولا أنه لازم أفهم أنه الانترست ريت الآن صار في عندي 3 أشياء مختلفة. صار في عندي إشي اسمه الار، الار اللي هو النومينال انترست ريت، النومينال يعني اللي هو الظاهري اللي زي ما حكينا بيكون مكتوب لي 10% per year compounded monthly مثلا، فالعشرة بالمية هاي بسميها النومينال الظاهري مش الحقيقي. وفي عندي الإفكتيف انترست ريت اللي هو الانترست ريت الفعلي، الانترست ريت الفعلي هذا ما بيكون 10%، دائما بيكون شغلة أكبر من 10%، بتعتمد على عدد المرات اللي أنا بعمل فيها الجباية خلال السنة. كل ما زادت عدد المرات بتزيد الفرق ما بين النومينال والإفكتيف انترست ريت. الأم اللي هي عبارة عن عدد مرات الجباية في السنة الواحدة. واخيرا في عندي interest rate per interest period اللي هي ال R over M or per compounding period اللي هي مثلا لما اجي احكي ال 10% مثلا per quarter او sorry compounding quarterly معناها 4 مرات، فبصير عندي ال R over M 10 على 4 وبالتالي 2.5. هاي ال 2.5 اللي هي ال R over M اشي اسمه 2.5% ولكن مش per year ولكنها per quarter. حكينا الأشياء اللي ممكن أنا أستخدمها في الحل، يا أما بستخدم R over M يعني زي هون زي اللي شفناه بالمثال، يا أما بستخدم R over M اللي هي الـ interest rate per compounding period فزي ما بتلاحظوا per quarter، وبستخدم بالتالي معاها عدد الـ quarters، أو ممكن أستخدم الـ I السنوية الحقيقية اللي هي الـ I effective per year وبستخدم معاها الـ number of years اللي هي مثلا في هذا المثال كانت 4. ما بصير اجي استخدم ال 10% اللي هي النومينال انترست ريت. هذا الحكي او الخيارات هاي انه متى بستخدم هاي ومتى بستخدم هاي وهل دائما بستخدم واحدة من الطريقتين ودائما بعطوني نفس النتائج، راح نتعرف عليه ان شاء الله في محاضرة اليوم. طيب خلينا نشوف الاكزامبلز اللي موجودة في محاضرة اليوم. طبعا موجودة هاي الاكزامبلز زي ما بتعرفوا موجودة في السلايدز، ولكن تعودنا انه نحلها على الوورد عشان يكون حلنا اوضح.
طيب الاكزامبل الاول بحكي لي a credit card company charged an interest rate of 1.37% per month. هاي الشركة قاعدة بتعطي فائدة مقدار هاي الفائدة 1.375 per month on the unpaid balance of all accounts. تمام، يعني فيها فائدة للبطاقات الكريدت كارد، الفائدة هاي 1.375% per month. طيب خلينا نتوقف هون، شو رأيكم 1.375 per month هاي شو هي؟ معاي أنا ثلاث احتمالات، يا إما R اللي هي النومينال انترست ريت، يا إما الإفكتيف انترست ريت، يا إما الـ R over M. أكيد بما أنك شايفها per month فهي عبارة عن شغلة بنسميها الـ R over M. إذن هاي هي عبارة عن R over M اللي هي interest rate per compounding period. تمام، the annual interest rate they claim، بحكي لي انه هم بدعوا، الشركة بتدعي انه الـ interest rate السنوي الـ annual interest rate is 12 ضرب 1.375، يعني كأنهم الـ R over M بما انها per month ضربوها في 12 فحولوها ل 16.5%. الآن هل هذا الادعاء صحيح ولا لا؟ وإذا مش صحيح شو الانترست ريت الافكتيف الحقيقية؟ أكيد من خلال اللي فهمناه بالمحاضرة الماضية بدنا نعرف إنه الادعاء هذا خاطئ، لأنه لما كان عندي هاي أوفر أم هاي آر أوفر أم وضربتها في 12 يعني ضربتها في أم، فمعناها الرقم 16.5 هذا عبارة عن إيش؟ عبارة عن آر. الآر هي عبارة عن نومينال انترست ريت، النومينال اللي هو الانترست ريت الظاهري وليس الحقيقي، فإذا أكيد بقدر أجاوب لا. ولكن طيب شو قيمة الانترست ريت الإفكتيف الحقيقي؟ ببساطة أنا ممكن أستخدم المعادلة اللي يعني I have already introduced it، هيها I effective 1 زائد R over M الكل أس M ناقص 1. فأنا ببساطة ممكن أستخدم المعادلة ببساطة عشان أطلع الإفكتيف انترست ريت، فال R over M عندي 1.375%، الـ I effective تساوي 1 زائد R over M اللي هي هاي نفس هاي أس 12، الـ 12 هاي عبارة عن M اللي هي عدد مرات الجباية بالسنة ناقص 1، طلعت معاي 17.81% per year. وهذا بالعادة صراحة اللي بيسووه الشركات، الشركات ما بتيجي بتحكي لك إنه والله الفائدة الفعلية 17.8. لاحظوا في فرق، والفرق هذا مش سهل، الفرق هذا 1.8 أو 1.3 تقريبا بالمية، 1.3% على المبالغ الكبيرة وعلى الفترات الطويلة بتفرق معاك. هم بيحكوا لك الفائدة 16.5، أو أي إنسان بسيط ممكن تسأله أنا معاي الفائدة الشهرية 1.375%، قديش طيب الفائدة السنوية؟ ممكن ببساطة يجي يضربها في 12. هذا الكلام خاطئ، إحنا الآن نتعلم شو الصح. الصح إنه الآي الفعلية هي عبارة عن 17.81 ومش 16.5. طيب خلينا ننتقل للمثال اللي بعده، المثال اللي فيه حل. Suppose that a $100 lump sum amount، بالعادة كتير طلاب سألوني عن lump sum وكتير بتتكرر. lump sum معناها دفعة واحدة، lump sum معناها قيمة واحدة، lump كامل إجمالي. amount is invested، معناها بما أنه حكي لي invested معناها أنه $100 هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن present value for 10 years، 10 سنوات اللي هي الفترة، at a nominal، شوفوا هون حتى يعني قايل لي النومينال انترست ريت هو عبارة عن 6% compounded quarterly. ممكن ما احط لك نومينال، ممكن احكي لك at an interest rate of 6%، ولكن مجرد ما شفت انت compounded quarterly لحالنا مفروض نعرف انه 6% هاي عبارة عن interest rate ظاهري او nominal. How much is it worth at the end of the 10th year؟ is it worth يعني قديش قيمتها، قديش بتسوى هاي $100 بعد 10 سنوات. طيب لاحظوا انا برضو هون في عندي طريقتين للحل، ولكن بما اني حكيت لكم قبل شوي انه مش دائما انا بنفع معاي يكون عندي طريقتين للحل، الطريقتين هذول رح يعطوني exactly the same answer اذا كان في عندي only single payments، اذا كنت انا بتعامل بس مع single payments. شو يعني single payments؟ يعني present بدي اطلع future، او future بدي اطلع present. بس إذا بدي أتعامل مع single payments ممكن أتعامل بطريقتين مختلفات. شو هن الطريقتين المختلفات؟ يا بتعامل مع number، شوفوا هون compounded quarterly، فبتعامل مع number of quarters
وبالتالي بتعامل مع R over M اللي هي interest rate per quarter. هاي أول طريقة. أو الطريقة الثانية بستخدم الـ years، بستخدم 10 years بس ما بستخدم 6%، بستخدم الـ effective interest rate اللي أكيد راح يكون أكبر من 6% وراح أحسب حساب. إذا متى بستخدم الطريقتين وراح يعطوني نتيجة نفسها بشكل مباشر؟ إذا كان عندي بس single payments، إذا كنت بتعامل مع single payments. فنشوف المثال. إذا بدي أحله بالطريقة الأولى، أنت مخير هون أي طريقة بتستخدمها ما في مشكلة، ولكن ممكن أنا أحدد لك في سؤال بامتحان بغيره بهومورك إنك تستخدم واحدة من الطريقتين. using quarters، إذا بدي أستخدم quarters n over m sorry n times m شو يعني؟ يعني أنا عندي 10 سنوات وكل سنة فيها 4 quarters، وبالتالي في عندي 40 quarter. هاي number of quarters. interest rate الآن هو عبارة عن 6، ولكن هاي 6 R، R over M يعني 6 over 4، بتطلع 1.5% هذا الـ interest rate per quarter. إذا we have directly the future value، مباشرة بقدر أحلها، $100 times 1.015 اللي هي 1 plus I to the power 40 اللي هي بيطلع الـ 40 quarter. انتبهوا هون الأس ما باجي استخدم 10، لا خلص انا كل شيء وحدته، كل شيء استخدمته بير كوارتر، 1.5% و40 كوارتر طلعت معي $181.4. تمام. طيب اذا بدي اتحرك وانتقل للطريقه الثانيه اللي هي بستخدم فيها اليرز، مباشره برضه بستخدم 10 years since 10 years كانت given بالسؤال، والاي افكتيف should be calculated طبعا اكيد 1.1 او 1.1 زائد 0.015 to the power 4. هذا من قانون مباشرة، 1 زائد R over M. لاحظوا R over M هيها نفس حسبناها 1.5%، ما يجيني واحد يطبق بالقانون يحط لي هون 1.5، راح يطلع مع الرقم مختلف تماما. طبعا احنا نتعامل مع بالمية، ف 1.5 معناها 0.015. تمام، أس 4 ناقص 1 تطلع 6.136. اكيد دائما هاي القيمة اللي هي effective interest rate لازم تكون اكبر من nominal interest rate اللي هي 6% دائما. فاذا الان اذا بدي استخدم number of years، بستخدم $100 times 1.0136 اللي هي هاي، و to the power 10 10 سنوات بيطلع معي نفس الرقم exactly. مقبول يطلع اختلاف، ولكن هذا الاختلاف يكون ضئيل لانه انا بستخدم قانونين مختلفات. طب هسه في كثير ناس قالوا لي انا استخدم قوانين ولا استخدم تيبلز ولا كذا. احنا اذا كان في عندي اي علاقه ما بين A و F، A و P او العكس A و G و P و G بستخدم تيبلز. اما الصراحه الـ present والـ future single payments اسهل لي استخدم القانون، ما في داعي اروح ادور بالتيبلز. تمام. نشوف المثال اللي فيه فكرة اللي هو المثال الثالث. Stan money maker has a bank loan of $10,000 to pay for his new truck. طيب شخص بده ياخذ قرض او اخذ قرض بمقدار $10,000. This loan is to be repaid in equal end of month installments. هذا القرض بدي اسدده in equal end of month installments. شو بستنتج من هاي الجملة؟ بستنتج انه راح يصير في عندي دفعات منتظمة، يعني A الان، وهي ال A هي عبارة عن دفعات منتظمة for 5 years، دفعات شهرية end of month installments for 5 years. تمام. with a nominal interest rate 12%. لاحظوا طالما انا قرأت هون دفعات شهرية، وين راحت دفعات end of month payments او installments، installments او payments معناها دفعات، اكيد لازم الانترست ريت اللي عندي النومينال انترست ريت لازم يكون كومباوندد مونثلي. صعب اتعامل طبعا، هو بقدر ما يكونش كومباوندد مونثلي ولكن بده شويه معالجه، بس صعب اجي احكي لك هون 12% كومباوندد كوارترلي، لانه اذا بدي اكتب لك كومباوندد كوارترلي بده يكون فيه تريك بالسؤال، والتريك هذا بقدر احله ببساطه ما في مشكله عندي. ولكن بالعاده إذا أنا هون كان في عندي سؤال بتعامل مع A أو بدي أطلع منه A، وكان حاكي لي end of month، لازم هاي تكون 12% compounded monthly. إذا كانت end of quarters لازم compounded quarterly.
إذا كان غير هذا الكلام بيكون السؤال فيه تريك بنحله، وممكن بعدين نتحدث كيف ممكن نحل هذا النوع من الأسئلة. What is the amount of each payment؟ طيب لاحظوا هون الآن إحنا بنتعامل مع إيه؟ يعني ما بنتعامل مع single payments. فعشان بنتعامل مع إيه؟ راح يكون في عنا طريقة واحدة مباشرة. الطريقة هاي المباشرة طريقة سهلة وواضحة يمكن للجميع، إنه الآن طيب بتعامل مع R over M، بتعامل مع number of months بالخمس سنوات، ومباشر بطلع من خلال الفاكتور من خلال التابلز. ولكن في طريقة غير مباشرة أنا حبيت أحكي عنها، لأنه ممكن أنا برضو زي ما حكيت أسألك عنها. الطريقة المباشرة زي ما أنتم شايفين إنه أجي أستخدم number of months وأستخدم الـ per month interest rates. طيب ليش ما استخدمت الـ I effective هون؟ ليش ما استخدمت الـ I effective؟ لأنه السؤال طالب مني بالنهاية أوجد له، لاحظوا، أوجد له الـ end of month installments، يعني بالآخر بده الدفعات اللي هي 1 2 3 بده إياها عند كل شهر. فأنا بما أني بالآخر بتعامل مع دفعات شهرية هون، إذا أنا بحاجة أني أحط 60 دفعة. 60 دفعة شو، سنوية؟ لا، شهرية. وبالتالي أنا عشان يكون حلي مباشر لازم أستخدم الـ I per month، لأنه هاي عبارة عن 1 2 3 إلى 60 عبارة عن 60 month. فأنا إذا مباشرة الآن الحل صار سهل، معاي present ومعاي 5 سنوات، وبالتالي 5 سنوات ضرب 12 شهر بيطلع معاي 60 month بهاي الفترة. إذا مباشرة أنا بقدر أتعامل مع present و A، بقدر أطلع الـ A من خلال الـ A given P. R over M هي عبارة عن 12% اللي هي الـ R over M اللي هي 12، لأنه per month ما حدا يخربط شوية 12 شوية 12. 12 الأولى اللي هي الـ interest rate هاد، والـ 12 اللي تحت اللي هي الـ M اللي هي عدد المرات الجباية بالسنة، مع أنه per month فمعناها 12 مرة، بيطلع معي 1% per month. تمام. إذا الآن مباشرة أنا بقدر أستخدم القانون A تساوي 10,000 $10,000 times الفاكتور، والفاكتور هو عبارة عن A given B 1% و60 اللي مباشرة. احنا انا متعمد مش قاعد كل مرة بعيد الحديث عن الفاكتورز، لانه المفروض يكون سهل صار بالنسبة لكم. اذا هذا الفاكتور هو A given B وهاي 1% هون، بروح مباشرة على ايش؟ بروح مباشرة على 60، وهاي 60 اللي هي 0.222. تمام. إذا مباشر لو أجيت حليت 10,000 ضرب 0.0222 بتطلع معي $222. تمام. طيب نروح على الطريقة الثانية اللي بعتبرها طريقة شوي بدها حل، ومش راح تكون طريقة دايركت، ولكن حلو إنه نفكر كمان، إحنا نفكر بأكثر من طريقة للحل. إذا أجيت أنا مثلا إذا أجيت أنت وأنت تحل خربطت، يعني شو؟ يعني بلشت بدك تحل ورحت طلعت I effective، وعلى أساس إنك بدك تحل السؤال باستخدام الـ years اللي هي قلت ليش أحولها لـ 60 شهر؟ لا، ما هو خلص عندي 5 سنوات هون وبقدر أطلع الـ I effective مباشرة وكذا. هل الحل راح يكون بهالسهولة اللي أنت بتعتقدها؟ أكيد لا. ولكن سواء أنا سألتك تحلي لي بالطريقة الـ indirect هاي، أو أنت رحت وبدك حاب خربطت مثلا بدك تحل بالطريقة الطويلة شوي، لازم تعرف تكملها. طيب اولا اذا انا بدي استخدم number of years والافكتيف انترست ريت، اكيد انا عندي number of years 5، والاي افكتيف اكيد بقدر اطلعها اللي هي 1 زائد r over m اللي هي 1% اس 12 ناقص 1 طلعت 12.68. هاي اول مشكلة طلعت لنا. شو اول مشكلة؟ اول مشكلة طلعت انه انا الان ال 12.68 مش موجودة في التابلز، فأنا ما بقدر أجي أستخدم القانون اللي هو مباشر أطلع A وخمس سنوات مباشرة، وأجي أطلع بالآخر تطلع معاي الـ A تساوي 10,000 A given B و I 5%. الآن ليه؟ لأنه الـ I فيها مشكلة. الـ I بما أنه فيها مشكلة ما بقدر أستخدم التابلز بشكل مباشر. فأنا مخير، يا أما أستخدم قوانين يا أما أستخدم interpolation. والقوانين ما بستخدمها هون، ما بدي أياكم تستخدموها في معظم الحالات، فأنا بدي اعمل انتربوليشن. والانتربوليشن زي ما بتعرفوا مش دقيق 100%، ويمكن كان في سؤال بالاخر هوم ورك عن الانتربوليشن. هو ممكن يكون دقيق وممكن يكون يعني في بعض الحالات ممكن يكون بعيد شوي الاجابات عن الاجابه الحقيقيه. فاحنا هون اذا بدنا نعمل انتربوليشن، عندي انا الاي 12% والاي 15%، راح اعمل بينهم انتربوليشن لانه الاي الافكتيف اللي عندي 12.68.
لما رحنا على التابل عند 12% لقينا الفاكتور A given B و12% و5 لقينا 0.2774. لما رحنا عند 15% لقينا الفاكتور هو عبارة عن 0.2983. الآن باستخدام الانتربوليشن اللي تعودنا نستخدمه مباشرة راح يطلع معي الفاكتور ل 12.68، طلع معي الفاكتور 0.2821. الآن لو اجيت بدي أحل، أرجع على السؤال، 10,000 ضرب 0.2821 راح أتفاجأ وأنصعق إنه الرقم الآن 2821.4، والرقم اللي هون 222. إذن حلي أنا برأيكم راح هو خاطئ؟ لا، هو مش خاطئ، حلي بحاجة ل one extra step صراحة. شو هاي الاكسترا ستيب وليش؟ لانه والله اذا بتطلعوا الان شو اللي انا استخدمته، انا استخدمت العشر الاف واستخدمت 5 سنوات واستخدمت الاي افكتيف سنويا، معناها انا الاي اللي طلعتها، الاي اللي موجودة بالاحمر، انا طلعت اي ولكن اي هي عبارة عن سنوات، يعني طلعت دفعة 2 3 4 5 دفعات كل قيمة منهن 2821.4. فهل هذا الاجابة النهائية المطلوبة بالسؤال؟ لا، السؤال طالب لي equal end of month installments، وبالتالي أنا بحاجة أعمل خطوة زيادة عشان أطلع الخطوط هاي أو الأرقام هاي اللي شايفينها أو الدفعات اللي شايفينها هون بالأسود، الدفعات الصغيرة هاي بحاجة أحول هاي الدفعات الكبيرة أحولها لدفعات أصغر منها. ما حدا يجي يحكي لي آه طيب الـ 2821.4 بقسمها على 12 وكان الله بالسر عليم. لا، هذا الحكي غلط، وهذا الحكي اللي بيعمله معناه مش فاهم اشي من المادة، انه اجي انا اقسم هاي السنة الدفعة اللي هون احولها اقسمها ل 12 دفعة اقسمها على 12. لا، هذا الحكي راح يكون غلط تماما. طيب شو الحل؟ الحل ببساطة، اذا طلعت انا على الموضوع بشكل ثاني بلاقي انه الخط الاحمر، كل خط احمر هون اللي هو كل دفعة مقدارها 2821.4 هي عبارة عن future، اذا بدي اعتبرها هي عبارة عن future ل 12 دفعة قبلها. إذا بدي أعد 1 2، خلينا نعمل شوية زوم هيك، إذا بدي أعد هون لاحظوا 1 2 3، شهر 1، شهر 2، شهر 3، شهر 4، 5 6 7 8 9 10 11 12. إذا أنا عندي 12 شهر. طب أنا بقدر أحول الدفعة هاي بالأحمر ل 12 شهر، سنس إنه مكان الدفعة هاي عند آخر شهر، يعني عند الدفعة 12. واحنا زي ما بنعرف انه اذا بدي اتعامل مع فيوتشر و A لازم يكون موقع الفيوتشر فاليو تكون عند اخر قيمة من الـ A، فانا دايركتلي ممكن استخدم الفيوتشر هاي واحولها للـ A. اذا انا بحاجة للاكسترا ستيب، والاكسترا ستيب اني اعمل علاقة ما بين الفيوتشر والـ A كالتالي. انا الان الـ A الجديدة ممكن هاي اسميها الـ A per month، وهاي سوري الـ A هاي ممكن أسميها per month، وهاي الـ A خلينا نحط هيك per month، وهاي الـ A اللي طلعناها إحنا قبل شوي هي كانت per year. فأنا الـ A per month هي عبارة عن F future value اللي هي 2821.4، لأنه اعتبرنا كل واحدة من هاي الدفعات عبارة عن future، ضرب A given F والواحد بالمية. والآن شو أستخدم؟ 12 دفعة. انتبهوا أنا هون شو استخدمت؟ استخدمت 1%، ما رحت استخدمت 12.68، لأنه أنا الآن بحول أشهر. فشو الفائدة الشهرية هون؟ شو الفائدة عند كل شهر هون لحالها؟ الفائدة إذا بدي أطلع عليها أعملها زوم إن هون، راح ألاقي إنه الفائدة ما بين كل شهر والثاني 1%. شو هاي 1%؟ هي عبارة عن R over M، واستخدمت أنا months، إذا هاي ضروري أستخدمها interest rate per month. فإذا بيطلع معي 2821.4 ضرب الفاكتور اللي هو 0.0788، طلع معي الرقم 222.4، واللي هو نفس الرقم تقريبا اللي طلع معي من الفرع الأول. إذا إحنا قدرنا نحل السؤال بطريقة ثانية، الطريقة كانت indirect ولكن مش غلط، لأنه أعطتنا فكرة جديدة لكيف ممكن نحل هاي الأسئلة. هسا واحد ممكن يجي يسأل طيب أنا حولت هذا الخط الأحمر لحاله، طب والباقي باقي الدفعات؟ ما هو خلص أنا مجرد ما حولت هاي الدفعة وطلع معي هون الرقم 222، ما هاي نفسهن هون في عندي 12 دفعة بقدر أحولهن، وهون في عندي 12 دفعة بقدر أحولهن، ونفس الطريقة. فإذا كل الدفعات راح تكون بنفس الطريقة، وبالتالي كل الدفعات راح تكون 222.4 دولار. تمام، إذا هيك إحنا خلصنا الإكزامبلز المطلوبة منا لليوم.
ما حبيت ازود الاكزامبلز ونحل كل الاكزامبلز مره واحده، خلينا نوزع المحاضرات، تكون محاضرات اعتقد انه المحاضرات اذا كانت اقل من نص ساعه بتجيب تاثير ومفعول اكثر من لما تكون نص ساعه، انا هذا اللي بشوفه. ولا تنسوا انه المحاضره النص ساعه هاي محاضره وان واي، يعني بس مني انا، فما في انتر اكشن، وبالتالي لو كانت هاي المحاضره بالكلاس ممكن تكون محاضرة النص ساعة تقريبا، ممكن تكون 50 دقيقة، فهي عبارة عن محاضرة نفس المحاضرات اللي احنا قاعدين بناخذها، ما في اي اختلاف حتى لو شفتوها نص ساعة. يعني انا صراحة شايف انه المحاضرة اللي بتكون تقريبا 50 دقيقة الى ساعة بتعادل تقريبا محاضرتين من محاضرات الكلاس روم. خلصنا كلامنا اليوم، ان شاء الله نشوفكم او نتكلم معاكم المحاضرة الجاي ونكمل الاكزامبلز، ويعطيكم الف عافية.